أنا صرفت كل العمال. هاد بيتي وكيف ما بدي بتصرف. ما بكفي تركتكم تعيشوا بهذا البيت وما خليتكم تقعدوا بالشارع؟ بدكم يعني اترك لكم ناس لتنفذ لكم طلباتكم؟ وبتمنى ما تنسوا انه انتوا هون كلكم عايشين تحت امري. وصار الوقت تغيروا عادات الاغنياء تبعكم، كل واحد بيشتغل شغلته. تماما. عادي، نحن لحالنا مننظف البيت، اساسا يعني بامريكا كل واحد بيعمل واجباته بنفسه. مو انتي. ولا واحد فيكم رح يشتغل. مين رح ينظف البيت لكان؟ ساهيل طبعا. جيت بوقتك ساهيل. انت شو كنت تقلي؟ انك رح تعمل المستحيل لتفوز بحب بنتك آريا، مو هيك؟ ايه ماشي، معناها رح اعطيك فرصة، رح شوف شو رح تعمل كرمال تكسب حبي ونرجع مثل ما كنا من زمان. انا بعمل اي شيء كرمالك، اي شيء. كتير حلو. طيب مو شايف هي الفوضى؟ هلا منشوف. من اليوم رح تقوم بشغل البيت مثل ما يلي كانوا يشتغلوا هون. شطف جلي ومسح الغبرة كله على أكمل وش، والبيت بدي أرضيته عم تلمع، ما بدي شوفه ولا وسخة على الأرض. واسمعوني كلكن، إذا واحد فيكن بيحاول يساعد الشغيل الجديد ساهيل وبيجرب يشتغل معه، رح خليه يضب تيابه ويطلع من البيت ويرجع على الشارع وبلا رجعة. لا مو معقول. إيه آريا، أنت كتير تجاوزتي حدودك.